أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم على العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عايز تبيع العربية بتاعتك من خلال القناة بتاعتنا، هتتواصل معانا من خلال الرقم الخاص بالقناة اللي هو الواتساب 041303591. ابعت لنا صورة العربية أو بعض الفيديوهات الخاصة بالعربية وجميع المواصفات الخاصة بالعربية، وإن شاء الله هنعرضها على القناة وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة جبنا لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010. العربية بحالة ممتازة جدا، العربية رشة خارجي فقط، دواخل فابريكا. البيع سيكون بعقد مسجل إن شاء الله، المعاينة حدائق القبة إن شاء الله. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2010. سعر العربية 143,000 جنيه، سعر العربية 143,000 جنيه. لو حضرتك عايز تشتري العربية هتتواصل على الرقم 010-900-48-106 للتواصل مع صاحب العربية على الرقم 010-900-48-106. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.